الشخصية اللي غتلعب اليوم في دوا هي سيدة كبيرة في السن. هاد السيدة الكبيرة متبعة واحد المسلسل ولكن غتفرج فيه بصوت عالي. نشوفوا ردة فعل هاد الشاب. شوفوا هاد المساخط فين وصلوا. يبوش علينا يا فريدة جبد على الصداع. يا ماري عافية. والو بايجة وبايجة مالي ولا ما نسمعكش. العزاوات واش تريف تقدر تدوب شوية ماني وليدي كندوي عندك في دارك. واش طرام كامل خاوي بالك راه غير انا كنتفرج. اش ديت لك؟ هذا مكان عمومي ما كنغوتش اوليدي ما كنغوتش. السلام اخويا. اخويا اش هاد السيده قلت لها دوب شويه اخويا. يا وليدي سير تفرج سامحيني عيطت لي اختي بهيجه دويت معاها قال لك حق برزتيني هذا العموم. تا المشكل ديالك انت ما كانش راك تهضر مع صاحبي وانت مالك هو سير يدوي معايا وانت مالك تهلا طلعتي دابا انت حتى دخلتي راسك اخويا. بغينا ندخلوها بخيط ابيض او تديها في راسك تخلصك راسك. انا نوض الحاجه نوض البلاصه نخليك. لا شات نوض تخليني مني لي بغيتي ياكلني شعالي كي هو هو غينو انا ما خليك ابرك الله شويه تكاعي خلي احترام انا حاجه باش نجلس نخليكم لا وليدي برك حدايا لا انا وياك في الاول سايرين نهضروا هو ماله بغيت ندخلها بخيط بيضا ندخل سوق راسك يا سي هذا هو البلان صراحه ندخل سوق راسك صراحه. شوف انا والله ما نكتبك عندي ما تخرجش غادي داب ومبرزه ديال بصح وياك تغوت عشان ما غنغوتش. يا راني ما نغوتش يا وليدي راني ما كنغوتش رانا عشان ندوي معاكم. راك تغوتي الحاجه راك تغوتي راك ستريسي بنادم. الانسان راه يسكت مره واحده فاش يدفنوه في القبر. انا نوض ونخلي لك ما تنوضش يا وليدي والله ايه والله تتبرك راه بايجه كتعيط لك. تعال تعال عبرك انا غنبرك. والو بايجه ولكن ندوز لك واحد الدري هدري معاه دارت معاه في العمومي وعلام الزينات وصلع عن بيت عزله هو وصل العزاله عاد دوي مع اختي بايجه. شكون اختك بايجه؟ دوي مع اختي بايجه. دوي مع بايجه. الو السلام عليكم كي داير لاباس بخير؟ كاميرا كاميرا خفيه؟ هذا داك التليفون اخويا صافي هذا سمح لينا بزاف. واش بداك انت وقال عرفتك بعدا؟ شكون؟ هو خير شكون؟ فدوى اللي كتكون مع طاليس. الا بغى الله. انت معاه؟ ها هو تا هو معايا. اش درتي انت هاد الحاله؟ شكون شي حاجه طرام كامل؟ ويا راه حنا دايرين هاد الحمله توعويه على ود الناس اللي كيبرزطوا ناس اخرين في مكان عمومي. من ناحيه برزيط راك برزطت طرام كامل. ايوا بصح والله. حقاش بصح غادي الناس كيطلعوا للطرام كيدو يغوتوا في لي زابيل ما كيحشرموش الناس اللي حداهم. ومن هاد المنبر تحيه البهيجه.